ابل فيديو درت فحال هكا كنشوفها هي النيت هذه اللي مزوج بها انايا غاده مع واحد السيد في الموطور في المنطقه اللي ساكنه فيها هي، هي من مور الزنقه ديالو. كيما وصلش ضربت في كاميو ديال الموطور، مشيت للسبيطار ايناش شحال المده ما بين 30 حتى 40 يوم، ما كنشوف انت نشوف الليل من النهار. عيطات لي قالت لي الو السلام رايتها، قلت لها نعم، قالت لي واش باقي ما متيش؟ قلت لها كيفاش باقي ما متيش؟ قالت لي انا كنسحب لي متي كنت نحمد الله ونفرح ونزغرش وكل شيء، وهي فينا هي الحاجه اللي تصدمكم كثر، لقيت هاد الام ديالها صيفطاتها هي وداك خونا صاحبها صيفطاتهم من اسبانيا تقول لي دير اللي بغيتي انا عايشه حياتي مع سيدك. عرفتي هاد سيدي كي داير اخوتي؟ عرفتي سيدي كيفاش داير؟ عرفتي هاد سيدك هذا كيفاش داير اللي كتقول لي سيدك؟ عرفتي اخوتي وخواتاتي وامهاتي وابائي تحيه لكم، عرفتي اخوتي سيدي كيفاش داير؟ هاد سيدي اللي ساكن حداهم اللي كيمشي مع اللي كتمشي معاهم كتخلي معاه تي بلاصه اللي تدخل انا ما عرفتو كيفاش داير؟ كيش جوج الزواراج كيبط على وجهه من هاد الفاس ومن هاد الفاس، واش هذاك تعتبرو نتوما سيدي؟ دابا انت راك عايشه مع في اسبانيا حركاتكم الله يسهل عليكم، ها واحد الحاجه امني بها ونقول لك ما حد باقي حي في الدنيا هذاك الانسان اللي مشيتي معاه وما كيحنش في وجهه وما يحنش لك في وجهك. واش انا البنت تعيط لي في بريفي تقول لي عايشه حياتي مع سيدك؟ الام ديالها كنمشي كنطلب فيها تنقول الله يرحم الوالدين دير معايا طلاق اتفاقي الله يسهل على بنتك، انا مسامح لك، انا باقي تنقول انا مسامح لك دير معايا طلاق اتفاقي سيري بحالك، انا ما بغيت منك والو، انا مسامح لك داكشي كله دوزتو عليا الجواج المشاكل كلهم، خليوني اعمل مشاكلي خليوني نخدم انا يا بدك ما بخليني الحمد لله وشكر لك ما خليني نزع والدي، انا ما طلبت حتى شي حاجه. تقول لي ديك اختها عيط لي بريفي قلت لي علاش تشهر بماما؟ واختي انا ماشي كنشهر بماما وتخيلي ما يدوش. خدام واحد النهار كنخلط واحد المعلم بحال هكا في البني، خدام في الويتيام في العماره في الطبقه الفوق ومدلي رجليا بحال هكا مشترجم حيت كنا عمر واحد اللعيبه فوق واحد البلاكار ديال واحد الماريو. تخيلوا معايا عيطت صونا لي ابل فيديو درت فحال هكا كنشوفها هي النيت هذه اللي مزوج بها انايا غاده مع واحد السيد في الموطور في المنطقه اللي ساكنه فيها هي، هي من مور الزنقه ديالهم. تخيلوا معايا احمدني احمد الله وشكرتو علاش بانني ما ضختش وتفافيت وطحت من داك الشرجم حق الله بدي مريت الموطور وجاي جاي سانكيام مرفوع بغيت نشوفها بعينيا كوميسيريا راه حداهم غنشوفها من البعيد ونمشي نديكلاري نديهم معايا. كيما وصلش ضربت في كاميو ديال البوطه مشيت للسبيطار ايناش شحال المده ما بين 30 حتى 40 يوم، ما كنشوف انت نشوف الليل من النهار، ولكن باش نحل عيني انا وباش نفيق انايا وكيتفاجئ بان تقولوا لي الدار الحوايج اللي كاملين ديال الخطوبه والحوايج ديال البوس ديالها وبيت الناس كلشي راه جاو داو لكم من تما صيفطات لي جات دالي الحوايج، وهي فينا هي الحاجه اللي تصدمكم كثر، لقيت هاد الام ديالها صيفطاتها هي وداك خونا صاحبها صيفطاتهم من اسبانيا. منين خرجت كيفاش وصلتهم واحد النمره يلاه حيدتها عيطات لي قالت لي الو السلام رايتها، قلت لها نعم، قالت لي واش باقي ما متيش؟ قلت لها كيفاش باقي ما متيش؟ قالت لي انا كنسحب لي متي كنت نحمد الله ونفرح ونزغرش وكل شيء. قلت لها علاش درتي هذا الشيء كامل؟ قالت لي هذا الشيء كامل تتصوني لك ماما وتقول لك علاش قطعت عليا فوجي وباش مع ايطاليا مع ايطاليا بريفي. مشيت عند امها قلت لها شنو هذا الشيء درتي هذا الشيء درتي؟ قالت لي نقول لك واحد جوج كلمات. قلت لها تفضلي قولي لي. قالت لي انا اصلا هذا الشيء كله درته لبنتي على اساس انني نسد الناس في امهم. قلت لها كيفاش تسدي الناس في امهم؟ ما فهمتش شنو بغيتي توصل لهذا الشيء كامل. قلت لها هذا الشيء كامل درته هو ومشيت عندكم ودرته العرس ودرته هذا الشيء كامل الحوايج الخطوبه كل شيء وحضرت معكم وكل شيء، ولكن في الاخر وقع لي كسيده وما عقلتوش اليوم شفتوني شاف في السبيطار خسرتوا لي حاجه وحده، وما انكم جيتوا هزيتوا الحويجات كاملين من الدار عندنا كاملين شارجيتهم وديتهم وصيفتي بنتك حركات هادشي راه ماشي منطقي. كوا دارت لك ها وكالا بعدا نطلقوا طلاق اتفاقي كله وش الطريق وماشي مشكل انا مسامح لك انا في الدنيا وكان غدي قدام الله نتحاسبوا. قلت انا ما نطلقك ما والو انا بغيت نخليك انايا معذب. قلت لها علاش تخليني معذب؟ ما قدكش هذا العذاب كامل اللي حطيتو عليا باطل وزوجتوني بنتكم ودرتو هادشي كامل وخليتوني الناس في السبيطار وامكم ما ماتش فهاديك احمد الله ملي ما ماتش فهاديك الكسيده ومازال كنت كنت عاوتاني كنتلقى اتصالات من ديك السيده شنو كتقول لي؟ تقول لي دير اللي بغيتي انا عايشه حياتي مع سيدك. عرفتي هاد سيدي كي داير اخوتي؟ عرفتي سيدي كيفاش داير؟ عرفتي هاد سيدك هذا كيفاش داير اللي كتقول لي سيدك؟ عرفتي اخوتي وخواتاتي وامهاتي وابائي تحيه لكم، عرفتي اخوتي سيدي كيفاش داير؟ هاد سيدي اللي ساكن حداهم اللي كيمشي مع اللي كتمشي معاهم كتخلي معاه تي بلاصه اللي تنتخان انا ما عرفتو كيفاش داير؟ كيش جوج الزواراج كيبط على وجهه من هاد الفاس ومن هاد الفاس، واش هذاك تعتبرو نتوما سيدي؟ هذاك تقول لك سيدي من هذا المنبر تنقول لك كيفاش دابا انت راك عايشه مع في اسبانيا حركاتكم الله يسهل عليكم، ها واحد الحاجه امني بها وانا تنقول لك ما حد باقي حي في الدنيا هذاك الانسان اللي مشيتي معاه وما كيحنش في وجهه وما يحنش لك في وجهك. يعني باش تفكرك قالت لي ما سير طلق دير اللي بغيتي، حنا ما نديروش معك طلاق اتفاقي حنا نخليوك معذب.
ويت كنمشي عند السيده عند ما تنقول لها شنو هادشي ديري معايا ديري معايا شي حل. بنتك مشات صيفطت شي هادشي كله، انا سامح لكم ديروا معايا طلاق اتفاق كله وش الطريقه. تقول سير المحكمه كتعرف انا بغيت نخليك معذب. وعاوتاني البنت عاوتاني تعيط لي عاوتاني بريفي حتى حيد ديك النمره تهني تعيط لي بريفي تقول لي انا راه عايشه حياتي مع سيدك انت بقى تما معذب ما طلق ما دير حتى حاجه. عايشه مع صاحبها وعندها اختها عاوتاني تما عاوتاني حتى اختها معاونها ماشي من داك النوع اللي يمشي تما حقا ما لقى فين ينعس فين يدور فين هادي. عندها اختها تقول لي عايشه حياتي مع سيدك وانا ما غنطلقش انا بغيت نخليك معذب انت عارفك ما عندكش وحاله والديك وهادي عارفك ما عندكش ما تقدش على الطلاق لا قديتي سير طلق بحال هكا بهذه الطريقه هادي. اذا اختها تما مكالي عليها بزاف ديال الحوايج اختها معاونها اختها مسكناها معاها وهادي. وكطلعت للمحكمه تخيلوا معايا خصني نطلع ندير دعوه في المحكمه ديال الطلاق وانا ما كنعرفش داكشي ديال الدعوه ديال المحكمه. طلعت درت الاول الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وصلت للخمسه ديال الدعاوي. ولكن الا بغيت نرفع دعوه انتم تخايلوا معايا تخايلوا معايا ديروا ديروني انا احمق وانتم باقا لكم تخايلوا معايا. بغيت نرفع دعوه كنخدم ب 8400 في السيمانه. هذيك 8000 ريال خصك تعاون والديك على الاقل بواحد 200 درهم وخصك 200 درهم باش تشاد الحلاق باش هادي خصك 100 درهم باش تصرف على راسك وخصك 200 درهم ديال الدار هي 300 درهم وخصك 100 درهم تحطها تخزنها باش تجمع الفلوس باش تشي ترفع دعوه. اذا ولات كنحتاج خصني نخدم خمسه ديال السيمانات كل سيمانه نوفر فيها 100 درهم فهمتي خمسه ديال السيمانات كل سيمانه كنحاول نوفر فيها 100 درهم باش كنطلع نرفع دعوه. فاش كنطلع نرفع دعوه الاولى الثانيه الثالثه المهم هاد الخمسه ترفضوا لي. نقول لكم علاش كيترفضوا لي زعما علاش كنت كترفع الدعوه وكيترفضوا لك. انا كنكون خدام بحال هكا ماشي معلم بحال هكا في البني كنكون خدام تطلب داك المعلم تنقول له الله يرحم الوالدين راه عندي واحد الشغل نمشي نقضي تيقول لي ماشي مشكل اسير. ملي كنمشي للمحكمه لا حضرت للدعوه لا غد ليك رجع للخدمه عرفتي شنو تيقول لي داك المعلم تيقول لي جبنا دري اخويا مابقى ما يدير شوف بلاصه واحده اخرى. كنبقى دبرت الخدمه بقيت خدام لا وصل عندي عاوتاني لاداط ديال الجلسه لا بغيت نمشي للدعوه تيقول لي تيقول لي داك المعلم عاوتاني تيقول لي لا راه قضيه مزيره تنبقى خدام ما تنمشيش للجلسه. كنا مشيت نعاون سوايا كنلقاها رفضات ترفضوا لي خمسه ديال الدعاوي. والسادسه شديت محامي هنا في قنيطره واحد الاستاذ عاودت له المشكل ديالي كامل شنو وقع لي مع هاد السيده وشنو وقع لي. قال لي مغادره التراب الوطني الدعوه صالحك اه كلشي صالحك السريده كلشي مفهوم. المهم هذاك اللفظ اللي كان تيهضر به قال لي الدعوه نشدك انت ب 3000 درهم وما تعرف راسك عيناضي. قلت له كيفاش ما فهمتش. قال لي تشد لك الدعوه بحكا 3000 درهم والطلاق انا ندفع لك الطلاق واصلا الدعوه كلها لصالحك وكلشي غتربح الدعوه انت. قال لي كنتي داير معاهم حاجه وحده اللي غتخلص. قلت له شنو هي؟ قال لي لك كنتي داير معاهم مثلا بحال هكا في الصداق داير معاهم 60 غتخلص لهم غير 30. قلت له ماشي مشكل مرحبا. كملت بقيت مع هذاك الاستاذ عطيتو العقد ديال الزواج عطيتو دوك الدعاوي اللي كاملين اللي كانوا ترفضوا لي واحد الوراق و عاودت له كلشي كنسحب لي غادي يعاونني. قال لي قلت له قال لي انت كنتي كدير طلاق الشقاق وطلاق الشقاق كودرتي كنت تحكم لك بواحد المبلغ ديال 4 المليون 5 3 المهم راه تحكم لك بملايين وانت منين غتجيب هذا المبلغ. في الاول قال لي نشد لك الدعوه ب 5000 درهم بقيت تنطلب فيه تنطلب فيه اكثر من 10 دقائق ولا كنطلب فيه واخا يقول لي عدي الناس نقول الله يرحم لك الوالدين استاذ فك لي هذا المشكل. ديك 3000 درهم خدمت عليها مده وانا كنجمع فيها ب 100 درهم 100 درهم وليت راسي ما تنحسنوش باش نجمع ذاك المبلغ كامل باش ندفع باش نعطي المحامي الفلوس. جمعت ذاك المبلغ وعطيت المحامي الفلوس وتسنيت باش يرفع لي الدعوه ورفع لي دعوه فعلا. عرفتي فوكاش خوتي دفع عليا حتى دازت المده ديال 4 شهور عاد دافع لي دعوه. علاش نعيط له استاذ واش دفعتي؟ اجي يقول لي تسنى خصني ندير لك واحد المسطره زوينه حكا مسطره زوينه كذا هادي على نيتي انا. قلت صافي وربع شهور عاد دفع لي الدعوه. بقيت طلعت ندوز لواحد الدعوه لواحد الاستاذه تحيه لتي ليها من المنبر دوز واحد الدواء الاستاذه. وهذيك الاستاذه كل مره تقول لي اجي للجلسه كنحضر الجلسه كيسولوني مره واحده فين خدام شحال المدخول ديالك هذه هذه. قلت لهم ومهم كملت وصلت لي المده ديال 9 شهور وانا كنتسنى الدواء فوقاش غادي تحكم. عرفتي باش تحكمات باش تحكمات لي تصدمت. ملي تنعيط لديك الاستاذه وديك الاستاذ ما جاوبونيش في التليفون. طلعت للمحكمه ديال القاضي الاسره هنا في قنيطره دخلت على اساس انني كنسول. قلت لهم عندي واحد الدعوه في المحكمه قالوا يعطيني لاكارت ناسيونال عطيتهم لاكارت ناسيونال. خداه واحد السيد ضربو بحال هكا في بيسي هو عطاني واحد الرقم ديال الدوسي ديالي انا زعما ديال الملف عطاني داك الرقم وقال لي واش كتعرف تقلب في لابليكاسيون ولا نوريك. قلت له تنعرف ماشي مشكل وضربت في داك لابليكاسيون وضربت عرفتي واش خوتي باش كنتصدم
كنت ضم هذا الاستاذ ولا هذا الاستاذ هذا الجوج اللي داو 3000 درهم عاوتاني داروا لي طلاق الشقاق. عرفتي علاش داروا لي طلاق الشقاق؟ طلاق الشقاق مسير به دغيا، المراه اللي مباش تطلق عند الحق الراجل يطلق، الراجل اللي مباش يطلق المراه عندها حق تطلق. طلاق الشقاق مسير به بالزربه كيتسرب طلاق الشقاق، هما اللي داروه ليا. وعندي مبلغ ديال خارجه ليا فيه 20000 درهم، خارجه ليا 2 مليون اللي خرجت ليا في هذاك الطلاق الا بغيت نطلق. اذا منين نجيب لهم انا 2 مليون؟ ما عنديش منين نجيب لهم 2 مليون. واش انا 70 درهم انا اللي غنصرف على دارنا ونصرف على والديا وشي الا نجمع بها 2 مليون؟ كيفاش غادي ندير؟ اذا الحاجه الوحيده فشلت، طحت في ديك الجرده بقيت جالس ركابيه فشلوا عليا، بقيت جالس مده ديال اكثر من نص ساعه وانا جالس في ديك الجرده. تصدمت بداك المبلغ ديال علاش المحكمه خرجت لي ديك 2 مليون. ملي خرجت لي ديك 2 مليون شفت فيها حتى شفت صافي ما لقيت ما ندير. عطيني واحد لاداج محدد غادي ترفض ليا جلسه و صافي جيت في حالاتي، صافي درتها في يد الله وجيت في حالاتي. اذا انا ما عنديش ديك 2 مليون اللي غنخلصها قبل داك لاداج. هذا هو الحل اللي بقى عندي، هو اللي بغيت تطلق تخلص 2 مليون. الحاله المعيشيه ديالي الا كان شي واحد في قنيطره يجي يشوف على عيني، حيت كاين اللي كيتيق وكاين اللي ما تيتيقش. يجي القنيطره عندي مرحبا به، دارنا بحال دارهم، والديا اساس على والديهم، مرحبا به في اي وقيته يجي يشوف. عندي الاب ديالي مثلا كيمرض اربعه المرات حتى الخمسه في الشهر، وكاينه وحده كناخذها له ب 7000 ريال، كاينه وحده. يقول لك شمن مرض عنده، هذا المرض ما خلينا اطباء، ما خلينا رقيه، ما خلينا حتى شي حاجه. هذا المرض قليل اللي كيعرفوا كيسميوه مرض الصرع، راه عندي حاليا في الفيديو اللي بغيتي تشوفوا، راه عندي كيسميوه مرض الصرع. تنشد ناخذ له كاينه ب 7000 ريال، كيمرض ليا 10 المرات، كيفاش انا نجمع هذا المبلغ؟ واش نشري للوالد ديالي كاينه؟ واش نصرف على الوالد ديالي؟ اولا واش نمشي نطلق؟ دابا الحاجه الوحيده اللي كنطلب، انا ما بغيت منهم والو، يديروا معايا طلاق اتفاقي انا مسامح لهم، يديروا معايا طلاق اتفاقي ويعيشوا حياتهم كيما بغاو، انا ما طلبت منهم حتى شي حاجه. ودابا كانوا اتصلوا بيا في ابيل، عيطوا لي في بريفي. دابا نهار صورت مع الطاقم ديال شوف تي في عيطوا لي بريفي، عطات لي اختها اللي كاينه في اسبانيا، قالت لي انا دخلت المغرب. قلت لها ها انت دخلتي المغرب ومن بعد شنو؟ عرفتي شنو قالت لي؟ قالت لي علاش كتشهر لي بماما؟ دابا خوتي واش انا كنشهر بماماها؟ دابا بصراحه واش انا كنشهر بماماها؟ واش انا البنت تعيط لي في بريفي تقول لي عايشه حياتي مع سيدك؟ الام ديالها كنمشي كنطلب فيها تنقول الله يرحم الوالدين ندير معايا طلاق اتفاقي الله يسهل على بنتك، انا مسامح لك. انا باقي تنقول انا مسامح لك، دير معايا طلاق اتفاقي سيري بحالك، انا ما بغيت منك والو، انا مسامح لك داكشي كله دوزتو عليا. الزواج المشاكل كلهم خليوني اعمل مشاكلي، خليوني نخدم انايا بهذاك المبلغ، خليني الحمد لله وشكر لك، خليني نزع والدي، انا ما طلبت حتى شي حاجه. تقول لي ديك اختها عيط لي بريفي زوي علاش تشهر بماما؟ واختي انا ماشي كنشهر بماماك، وتخايلي معايا واش مرتك انت كتقول لك عايشه حياتك مع سيدك، خليك معذب في المغرب، ما تطلق ما تزوج. ومني كنمشي عند هاد امك هذه تنقول لها ميمه ما ديري معايا حل، الله يرحم الوالدين، انا ولدت نعورت بها ديري معايا حل، خلي بنتك تعيش حياتها وديروا معايا طلاق اتفاقي الله يسهل لك ويسهل. انا ما طلبت والو، وماشي شنو كتقول لي؟ تقول لي سير المحكمه جري طوالك بحالك بهذا اللفظ. ومني كنت كنطلع في ديك الدعوه تلقى امها سابقاني للمحكمه وجالسه في الباب. وانت باش نوضح واحد المساله تحياتي لك امها، علاش ملي كتقول لي سير جري طوالك في المحكمه كتدخلوا عليا محامي وتلقاك سابقاني؟ علاش؟ انا ما طلبت شي حاجه، انا ما كنشهركش، حيت هاد المراه اللي تغدرت وتخانيت وبزاف الحوايج عايشه كما كتقول لك عايشه حياتي لي مع سيدك، راه تعيط لي كتقول لي هاد الهضره ما كنتقبلهاش. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.